سنبقى بالتأكيد نور في مزيد من هذه التحليلات حول الأسواق الخليجية. نتكلم عن هذه التحليلات مع زميلة ماري سالم التي تنضم إلينا من بيروت، المحللة المالية لاقتصاد الشرق. صباح الخير ماري، يعطيك العافية. يعني كنا قبل الفاصل تحدثنا على أنه البورصة البحرينية سجلت أفضل أداء أسبوعي بين الأسواق الخليجية. هلا بيزعل محمد. بين الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي، ما الذي كان داعما للبورصة البحرينية بهذا الشكل؟ ومحمد إذا عندك شيء تحكي عن بورصة البحرين لك الكلمة. أنا لا أزيد على ماري بالتأكيد في هذه التحليلة. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. يعني قبل بس ما نطرق لموضوع بورصة البحرين، خلينا بس ناخد بس لمحة سريعة عن أداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام، وحنلاقي هون أنه في عنا بعض التباين، خاصة أنه أغلب الأسواق الخليجية كانت عم تسجل ارتفاعات منذ بداية العام باستثناء مؤشر بورصة الدوحة وسوق أبوظبي المالي. يعني التراجعات عم بتكون بنسب متباينة. سوق الدوحة كان عم بيشهد بعض التقلبات مؤخرا، وهذا الشيء كان واضح بالأداء تبعه، والتراجعات هي الأقوى منذ بداية العام على بورصة الدوحة، بالوقت يلي تراجعات سوق أبو ظبي ما زالت مستمرة كانت وعم توصل ل 3.7%، والارتفاعات عم بتكون ملحوظة ببورصة الكويت، ومؤخرا عم نشوف الزخم ببورصة البحرين. الأسبوع الماضي كان في عنا بعض الاستقرار إذا بدنا نقول بالأسواق الخليجية، مع ارتفاع ملحوظ بأداء بورصة البحرين ب1.5% من ارتفاعات. بورصة أبوظبي أكيد كانت الوحيدة اللي عم تسجل تراجعات، ولكن طفيفة طبيعة الحال، برغم يعني بحكم الأحجام التداول وحتى الأخبار اللي كانت عم تصدر من قبل الشركات اللي كانت عم تدعم شوي المؤشر إنه ما يتراجع بنسب أكبر من هيك. بآخر فترة إذا بنطلع نحن على أداء بورصة البحرين، حنلاقي أنه المستويات اللي كان عم بيقفز لها منذ بداية هذا العام هي مستويات نحن ما شفناها تقريبا من تقريبا بدايات أو الربع الثاني من 2022. يعني عم نحكي عن مستويات 2000 نقطة 2050 النقطة. هذه المستويات بالنسبة للسوق البحريني كان ما شهدها بالمرة بال 2023، وهذا الشيء ملفت بهذه المرحلة، لأنه إذا بدنا ناخذ حتى الأداء الأسبوعي تبع المؤشر، حنلاقي إنه ارتفاعات الأسبوع الماضي والأسابيع اللي كانت منذ بداية هذا العام أغلبها طاغية بالإيجابية. يعني كان في عنا فقط 3 أسابيع من تراجعات، أكبر تراجع كان بالأسبوع الأخير من فبراير بداية مارتش، يلي هي تقريبا بأكثر من 2%، بالوقت يلي في عنا أسبوع كانت التراجعات فيه طفيفة جدا وغير ملحوظة. بس إذا بنطلع على أداء آخر أسبوعين اللي هو الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله، حنلاقي كان في زخم ونمو بأحجام التداول يلي نحن بنشوفها بالسوق البحريني، وهذا الشيء اللي خلينا نسلط الضوء اليوم على هذا الأداء يلي نحن عم نشوفه، مش بس الارتفاعات تبع الأسبوع الماضي. قلت لنا طلع إنه بنلاقي ارتفاعات عم بتكون مدعومة من قبل أحجام تداول إضافية ضمن السوق، بيصير في عنا نوع من بدنا نقول يعني نوع من ثقة بالسوق من قبل بعض المستثمرين، وهذا الشيء اللي بدنا نضلنا مستمرين بالمتابعة عليه تنشوف إذا حيكون مستدام ولا لا. سوق البحرين بتركيبته فيه 42 شركة تقريبا هن يلي بيأثروا على المؤشر. للأسف يعني مثل ما بنشوف بأسواق أخرى مثل سوق أبوظبي، أكبر نسبة للوزن موجودة بسهم KFH Kuwait Finance House، من بعدها بتجي عنا ألومنيوم البحرين بنسبة 7%. نسبة Kuwait Finance House بتشكل تقريبا 66% من المؤشر. هن الشركات القيادية اللي بتأثر أكثر شيء على المؤشر، مشمولين ضمن 6 أو 7 أسهم يلي هن Kuwait Finance House، ألومنيوم البحرين، MBB National Bank of بحرين، BBK اتصالات البحرين، بنك السلام، وغال فاينانس هاوس. 2 منهم هن ذات عندهم 3 منهم عندهم ادراجات مزدوجه او اكثر حتى ضمن الاسواق الخليجيه، فيمكن الاداء تبعهم يمكن انه يكون شوي بشكل مغاير. هلا كويت فاينانس هاوس ارتفاعاتهم منذ بدايه العام لحديت اليوم او لحديت اخر جلسه تداول كان تقريبا بحدود 16%. يعني فينا نقدر نعرف من وين عم بيكون الزخم او الدعم للمؤشر.
الومنيوم البحرين رغم يعني تذبذبات على اسعار السلع والالومنيوم عالميا، الارتفاعات عم تكون بحدود 7.5%، اللي هي شغله ايجابيه. محمد عندك شيء بدك تقوله؟ تفضل. صحيح، يعني اولا هذا كان توارد افكار مثل ما بقولوا على الالومنيوم، هذه الارتفاعات الكبيره يعني، وانت اشرتي لها. لكن بما انه قاطعتك ماري، حتى لا يقولوا انه انا منحاز للبورصه البحرينيه او حتى مبالغ نوعا ما، لكن يعني في الاسواق الاصغر مقارنه بالاسواق الخليجيه الاخرى، ما حجم الفرص اللي تشكلها بورصات مثل بورصه البحرين، البورصات يعني الاصغر قيمه سوقيه او حجما من الاسواق الخليجيه الاخرى بالنسبه للمستثمرين؟ سؤال مشروع او لا؟ ما رح فوت فيها من ناحيتك السوق، حجم السوق سؤال مشروع جدا، بس انت سبقت علي هلا بالنقطه اللي كنت بدي احكيك فيها هلا بهيدي اللحظه. يعني اذا بدنا ناخذ نحن مقارنه السوق البحريني ببقيه الاسواق الخليجيه كاحجام، ما فينا نقول انه في سوق بنفس حجم السوق البحريني، بس حناخذ المكررات الربحيه تبع الاسواق الخليجيه. اذا بدنا ناخذ مكررات الربحيه لحديت اليوم يلي هي قديش بيكون اسعار الاسهم ضمن الاسواق بالمقارنه مع الارباح تبعها، حنلاقي انه في عنا بورصه البحرين عم تتداول عن مقارنه ربحيه تقريبا 8 مرات، في عنا من بعدها بورصه مسقط اذا بدنا نقول من ناحيه الحجم هي قريبة شوي عند 12 مره، وفي عنا السوق السعودي اللي هو الاكبر ضمن اسواق الخليج عند 21 مره، في عندك بيرجع من بعدها بورصه الكويت عند 14 او 15 مره، وبورصه ابو ظبي عند 20 مره. رجعنا السوق الوحيد اللي هو قريب من مقررات او عم يتداول عن نفس المقررات تقريبا تبع بورصه البحرين هو سوق دبي المالي عند 8.8%. يعني اذا بدنا نجي نقارن حنلاقي انه بورصه البحرين هي الادنى من ناحيه المقررات، تداول عند المقررات بالنسبه للاسواق الخليجيه الاخرى. من هون بتقدر تعرف قديش في عندك انت فرص استثماريه بهذا السوق، لانه نحن مقررات الربحيه بتعكس قديش المستثمر قادر انه هو او عنده النيه انه هو يدفع مقابل الاسهم اللي موجوده ضمن الاسواق اذا بدنا نقارنها بالارباح تبعها. فهذا الشيء بيخلق نوع من فرص او نوع من جاذبيه بالنسبه للسوق البحريني، لانه اذا بدنا نحن نجي نقارن قديش ممكن تكون الارتفاعات ما لها حدود، ولكن اداء الشركات ونفسيه المستثمر بتلعب دور كثير كبير. بورصتين يلي هن بورصه دبي، سوق دبي المالي وبورصه البحرين، هن عند ادنى مستوى من ناحيه مري يعني. طيب من ناحيه اخرى ضخم الأداء. أعتذر عن المقاطعة مرة، يعني مرة أخرى، عندما نتحدث أنه في عنا يمكن 42 شركة مدرجة في بورصة البحرين، هل هذه ميزة؟ يعني بمعنى أنه المستثمر واضحة عنده صورة أي الأسهم التي ينتقيها، بعكس يمكن سوق دبي المالي صحيح مكررات الربحية قريبة من سوق البحرين أو قريبة للمكررات الربحية في سوق دبي المالي، لكن في عنا تنوع أكبر صار في سوق دبي المالي، بالتالي ممكن تكون الخيارات صعبة عند المستثمر. هل صحيح. يمكن ان نضعها ضمن هذه المقارنه؟ صح، اذا بدنا نطلع صح، واذا بدنا نحط نحن اصلا الاسهم اللي هن قياديه ضمن السوق، في عندنا من مختلف القطاعات، يعني حكينا عن الومنيوم البحرين، في عندنا اتصالات البحرين كمان ضمن تبع شركات اللي هي بتشكل الاكثر وزن. الاسهم اللي موجوده بتخلق بالنسبه للمستثمر مش انه فرص كثيره، ولكن بتشكل هيدا العامل انه بنقدر نركز بالاستثمارات باماكن محدده، معنا هذا الاحتمال لكثير موسع ولكن فيها خطوره كمان بنفس الوقت. يمكن لهذا السبب يعني قله الاسهم اللي موجوده هي اللي بتخلق يمكن بعض الاحيان ضعف باحجام التداول، ما بتضل مستمره بالزخم اللي نحن عم نشوفها، لان نحن حنضل مستمرين بمتابعه اداء بورصه البحرين بالفترات المقبله تنشوف اذا هذا الزخم من ناحيه احجام تداول حيضل مستمر، وحنضلنا عم نشوف هذه الارتفاعات، واذا هي القياديات هي اللي حتضل مستمره بالارتفاعات. يعني في عندنا جي اف اتش على ارتفاع من 20%، ولكن جي اف اتش بنك التمويل الخليجي له حاله استثنائيه، لانه من بدا الارتفاعات تبعه بتقريبا 8 او 9 مارتش اللي هي وقت اللي اعلنت الشركه عن اعاده شراء اسهمها، وشفنا الارتفاعات كانت عم تكون على السهم اللي بكل الاسواق الخليجيه اللي هي مدرجه فيه، ونفس الشيء سلام البحرين. بس بهذه المرحله القطاعات اللي هي استثنائيه اللي هي مميزه مثل قطاع الاتصالات، قطاع الالومنيوم، قطاع
المال بأسهم محددة هي عم بتكون مسلطة الضوء عليها، وهذا الشيء اللي عم بيخلق هذه التوازن أو هذا الارتفاع اللي نحن عم نشوفه ضمن السوق. وهذا الشيء إذا ظل مستمر على هذه الوتيرة ممكن نشوف أداء استثنائي هذه السنة أو على القليل بالفترة المنظورة لبورصة البحرين، وحنضلنا أكيد عم نتابع هذا الموضوع أنا وياكم ونشوف وين بنوصل فيه. شكرا لك ماري على كل هذه التفاصيل دائما وعلى هذه التحليلات. ماري سالم المحللة المالية للاقتصاد الشرقي.